السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل متابعين الكرام. ان شاء الله النهاردة هعمل مع حضراتكم ولحضراتكم صوص دولسي ديليتش او نسلي كراميل. المكونات اللي معايا سهلة وبسيطة. معايا كوباية من اللبن البودرة حطيتها في الخلاط قدام حضراتكم، هنزل عليها بنص كوباية مية مغلية بسم الله وعلى الخلاط وهضربها. وفي حلة على النار هنزل بكوباية سكر بسم الله يتكرمل معايا وعلى نار متوسطة. وكلنا طبعا عارفين بنقلب الكراميل ازاي، بنمسك الحلة كده وبنقلب كده، محطش معلقة فيها خالص لحد لما السكر يسيح معانا، يسيح معانا السكر ونكمل الوصفة. وكل ما يبدأ يحمر معايا من الحروف زي ما حضراتكم شايفين، امسك الحلة كده واحركها كده لحد لما السكر كله يدوب معايا ويبقى كراميل. بعد كده نشوف الوصفة هتخلص ازاي. اول ما اتأكد ان السكر بدأ يدوب معايا ابدأ بعد كده استخدم المضرب. واهم حاجة اجيب من الجناب كده زي ما حضراتكم شايفين عشان اتأكد ان كل السكر اللي كان في الجناب معايا داب. مع التقليب المستمر لحد ما السكر يدوب تماما. داب السكر معايا كله زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ انزل عليه قطعة من الزبدة حوالي معلقة ونص واقلب تاني. دابت الزبدة معايا، ابدأ انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم باللبن البودرة اللي انا حطيت عليه مية وحطيته في الخلاط وضربته لحد لما بقى الشكل قدام حضراتكم كده، مع التقليب المستمر لحد ما يدوب معايا زي ما حضراتكم شايفين. ادي السمك وادي الجمال والريحة، ما اقولكوش بقى انا كده طفيت عليه عشان انا بالنسبة لي كده السمك حلو قوي. هسيبه ان شاء الله لما يبرد خالص ويهدى واقدمه لحضراتكم. بصوا كده معايا يا دوبك بس برد شويه، بص المنظر شكله ايه. كل ما هيستنى ويبرد كل ما هيتقل اكتر، وكل ما احطه في الثلاجه كل ما هيتقل اكتر من كده. يا رب الوصفه تكون عجبت حضراتكم وتنول اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع اسما فود.